في تقرير مفصل بالأرقام قدمه مدير الأشغال العمومية السيد قافي محمد جلال، دورة مجلس الولاية أغلفة مالية معتبرة تم رصدها لصيانة الطرقات الولائية منها والبلدية، كما تم استلام العديد من المشاريع وأخرى مقررة تسليمها قبل نهاية السنة. محمد راشد قبع والتفاصيل. السيد قاقي محمد مدير الأشغال العمومية لولاية الطرف، فيما يخص البرنامج الذي تم طرحه اليوم واللي يخص البرنامج التنموي في إطار البرنامج التنموي الغير ممركز لسنة 2020 و2021، والذي خصص أساسا لصيانة الطرق الولائية والطرق البلدية، حيث تم تسجيل في خلال سنة 2020 عملية بمبلغ إجمالي فاق 40 مليار لصيانة الطرق الولائية، وخصصت لصيانة الطريق الولائي رقم 105 والطريق الولائي 118. أما فيما يخص صيانة الطرق البلدية لسنة 2020 فقد خصصت مبلغ ما يفوق 48 مليار لصيانة بعض الطرق البلدية، وكانت موجهة معظمها إلى مناطق الظل، حيث تم الأشغال بها في بعض المشاريع تم إنجازها وتم استلامها، البعض الآخر سيتم إنجاز كل المشاريع إلى غاية وسيتم استلامها إلى غاية 31/12/2021. أما فيما يخص البرنامج الممركز تم تسجيل عملية خلال سنة 2021 واللي خصصت أساسا لصيانة الطرق الوطنية اللي هو الطريق الوطني رقم 84 ألف كما ذكرت، قال بالريحان، الطريق الوطني رقم 44 بين بن مهيدي ومفترق الطرق العصفور، الطريق الوطني رقم 16 ألف من شيحاني حدود ولاية قادمة مرورا بمشتة فرنانة. إضافة إلى ذلك في إطار هذه العملية تم تخصيص مبالغ للإشارات الأفقية بالطلاء الأبيض، الإشارات العمودية على مفترقات الطرق وعلى الطرق الوطنية.